بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ قضى عده كالعادة، يعني بلكلك فيه بكلكل فيه. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين؟ نسأل الله إنه يتقبل شهدانا الأخيار الميامين، ويشفي جرحانا، ويعيد مفقوديننا، ويصلح حال الوطن والمواطن. وعليكم السلام، مرحب حبابكم عشرة من غير كشرة. الليلة يوم كم رمضان؟ الليلة ماشيين على يوم 12، فضلنا 3 يوم ونحصل اليوم الموعود، ونتم سنة طق 15 رمضان، بداية المعركة، بداية معركة الخلاص. أي زول فيها، أنا بالنسبة لي هي معركة بتاعت الخلاص، معركة الخلاص بتاع الشعب السوداني. وعارفين إنه الحاجة الجاية أصلا كان لازم تحصل المعركة دي، وقدر الله إنها حصلت المعركة دي حقه، تبقى بداية جديدة لوطن جديد. أي دول عارف الكلام ده؟ بعد ده خلاص الناس أخذت أي شيء، أخذت كمية من الدماء، من الجرائم، من الإبادات، أي حاجة حصلت في السودان. وأي مواطن سوداني حقه بعد ده يكون الطعز، ما يكون هو الزول ذاته القبيل ذاك، الزول البسيط. يا نزل الله إنه يحفظنا ويحفظكم كده. خلينا نحاول نبدأ. ليه يا أبوي نحن جواع عطشانين، وناس جيراننا شبعانين ومرتاحين، ونحن حياتنا طين في عجين، وهم في غصور. ديك يا شوكة يا سكين، صف عمال وطباخين، ويا ماما ويا بابا كلام محسول وكله رنين. كان يا أبوي تعلمنا كلام بابا وكلام ماما، وفي أسماءنا تدي حنين، يا شيرين يا نسرين. تسميه بتول عشان الناس يعرفوا أن إحنا فقارة تعبانين، وكل همي ناس عمي، أغنى الناس هم في العزة مرتاحين، ونحن جواع عطشانين. قال لي يا بنية كم دقيت طواري عرق زراعة شق جروف النيل، وللسقاية أمسك أقيف أبني أشيل، تورا حر حراته جمر عشان ما أنت تبقي بتول. بتول اللي أنت ناكراها تساوي المية من شيرين ومن نسرين. قصورنا جروفنا يا بنتي، وطوريتنا عزتنا، وفي دقات ليها رنين. قلت لي رنين كون رنين الجوع ولحس الكوع، واهت ليل طويل ودموع، حرقنا الجوع شيلت الموية بللنا، وتعب الشدة لما تجر، وناس بعيونها تاكلنا، ونحن نمر طرحنا شباك مشرطة بشيكات زمنا من المجهول، وكل الناس تعيش بالفاتحة والمعقول، وحتى الحب صبح أموال هدف وصول، صبح أموال هدف وصول. طبعا المشروع بتاع المشاكل بتاعت الرأسمالية الطفيلية، مشروع بتاع الأغنياء والفقراء، بداية الخلق كده، زي ما يعني مما بدأ الخلق هدى الصراع بتاع الثروة. حسي ما هو يتقال اللي بيحصل في بلدنا دي، ما نفس الكلام اللي بقوله لك ده. دي بيت بتحلم بأنه كان أبوه يكون زول غنيان، وليه تعبان كده، وعمه غنيان وحالتهم كويسة، وهم حتى تسمياتهم تسميات أولاد العز، ودل تعبانين تعب شديد جدا جدا، وعينهم طالعة وكده. لكن في النهاية هو بحاول يأكد لها إنه الأصل في شنو، في المعدن بتاعها، في إنها هي ذاتها بتول البيت، الشد اللبس الشدة، تعبانة شايلة الموي عشان توصلها لأهلها، دي الأصل بتاعها. وده أصل ما كعب، يعني في فرق بين ديك المنعمة وقاعدة مرتاحة وما لقت أي حاجة. الصراع ده صراع مستمر، لكن كده خلينا من الصراع نحاول نخش في ما. وطبعا ده بالمناسبة لو دخلت حادخل نبدأ به ذاته، اللي هم الناس الشعب السوداني مما ولدهم شافهم طوالي موجودين بمعلقة من ذهب، الآلهة. ده ما صراع بتاع الآلهة، يعني أنا الآلهة دي بيحاولوا بقدر الإمكان يكونوا طوالي مستمرين عشان يحافظوا على الوصايا التاريخية بتاعتهم. يعني قبل يومين أنا كنت بتفرج كده، عندي مرضى كده بقوم أحضر حاجة اسمها تلفزيون السودان، شوف سبحان الله عندهم تلفزيون كده هو اللي بالسوبر ده. فده يا جماعة شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير بقدر الإمكان، حاول شير وصل صوتنا يا أخي. أنا بالمناسبة الفيديو معلق من البداية، ما شايف فيه أي شيء غير اثنين ولا شيء، ما عارف. رغم انه الناس التحايا للكنداكات، ناس اماني، ناس محاسي، ناس كلهم التحايا للشباب الاماجد اللي بيعلقوا رمضان كريم علينا وعليكم كله. يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يكون اخر رمضان احزانات، كلها افراح، تكون الباقيه كلها افراح، يكون المهر اللي قدمناه ده كفايه، بس ربنا يتقبلوا كده، يتقبلوا في رمضان ده، ويقول الشعب السوداني ده خلاص نغير ونقلب، نحن ذاتنا كلنا نرجع بلدنا، وطننا اللي باسمك كتبنا ورطنا.
نزل الله كده والله، كل يوم بنزل الله في دعواتنا، نزل الله يجنبنا الرأسمالية الطفيلية والآلهة، ونزل الله إنه يجنبنا الأحزاب الكرتونية، نزل الله إنه يجنبنا العساكر المستبدين، نزل الله إنه يدمر الميليشيات تدمير. فالمهم نبدأ، قلت لك بحضر لأنه مرضان بأنه أشوف العلامة بتاع التلفزيون السودان ده وأقعد أحضر كده، لكن بيذكرني إنه أنا بحضر زي الزمان ديك الكيزانز بتاع زمان ديك، أقدم عليكم قدر ما حاولت احاول اكذب نفسي، مش اكذب يعني، لا 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 يا هنزات، شفت نفس الطريقه ونفس المنهج ونفس الفكر، حاجه تمرض عارفين انه، لكن من غاتل معون عارفين انه المشروع بتاعه ده ما قادرين يتخلوا عنه، مشروع الكوزنه ما هي سلوك، الكوزنه دي ما سلوك، نحن ما بنقدر نعالجها. فتسمع التلفزيون وشايف لك طبعا البرهان قاعد في القصر بتاعه نفس الطريقه عمر البشير ذاته، وبيستقبل في جعفر الصادق، جعفر الصادق ده جعفر الصادق المرغني، جعود ود محمد عثمان المرغني الآلهة، بيستقبلهم وهم داعمين للخطة. طيب ده ما ده معانا، اي ده مع الجيش يا زول جعفر الصادق، اي ما ده داري حافظ على الوصايا، لو جد هتلقاها موازنة تاريخية ما بتتعدل. ليه؟ طيب جعفر الصادق معانا، طيب اخوه محمد الحسن ده ما ضدنا، اي ده ميليشيات، لكن جعفر بعدين بيشفع لاخوه وبيضمن حقوقهم في الواطة دي، الجنينة والمشاريع دي ذاتها. نزل الله انه يحفظ ناس بروف كلهم، بقينا نخاف نتكلم عنه لانه عارفين في استهدافات. نزل الله انه يحفظ بروف، نزل الله ود البنا ود الليدير سوق ام درمان كلها يحفظها، وخرطوم وبحري، وده برضه مشروع عشان انا اكمل، عشان ما ابقى زول جهوي، ده هنا بتبقى فيها الجهويه. نزل الله انه يحفظ الجنينه، نزل الله انه يحفظ نياله، دي ما مشاريع انت قايل شنو؟ ده الاصل بتاعنا، نقول انا من هنا، لكن انا كبنادي بالقوميه لازم انادي من هناك، ما مدني بس، ما مدني، ما اي زول يقول لك كده نرجع مدني، ما ده مشروع بتاع العسكر حسي. وده انا دائما في احداث بتسبق احداث، يعني انا بديت اتكلم على اساس انه لسه جاي على الكلام ده ذاته، قام ظهر ري هنا. نختطفه ونرجع، الاله هذيل بقدر الامكان دايرين يقعدوا لسه مشروعهم بانه يكون قاعدين. يعني جعفر الصادق مع الجيش يبقى بعدين الجيش يستحي ويخجل انه يقلع يعيد الدوله من الاول، يعيد صياغتها، لا ما بيقدر يا اخي، ما دخلنا في احراج الناس اللي وقفوا معانا في الحرب يا اخي. طيب يا اخي ما مريم دي ما وقفت معانا وكانت مع الجماعه وكذا، لا يا اخي، اخوه عبد الرحمن ما قاعد معانا. المشروع ده امتداد لمشاريع طويله جدا جدا ما حتتغير. كيف الكلام ده؟ قبيل الصادق المهدي ده مع معارض، لكن عبد الرحمن ده برضه كان معنه، كان مساعد رئيس جمهوريه، وبشرى ده كان بيدرب في الجنجويد ديل ذاتهم. يعني كده وكده لازم يكون في كراع جوا وكراع برا، ده تاريخ ما بيتغير، كراع جوا وكراع برا. اذا في عبد الرحمن بهنا مريم بهناك، اذا في جعفر الصادق بهنا محمد الحسن بهناك. المشروع ده نحن شبعنا منه، والمشروع بتاع انه لسه دايرين تعيدوا ثاني صياغه لجان، يقول لك دي، واستقبل السيد رئيس مجلس السياده المقاومه الشعبيه، مقاومه شعبيه في بور السودان، جلاليب وقفاطين، ورجعنا لنفس رجعت حليمه لقديمه. يا جماعه المعركه دي ما جلاليب ولا قفاطين ولا حفلات ولا احتفالات، المعركه دي في الميادين، لسه الميليشيات دي منتشره في الخرطوم، لسه الميليشيات دي قاعده في مبده، لسه الميليشيات دي قاعده في مدني، لسه الميليشيات دي قاعده في الجنينه، لسه الميليشيات دي قاعده في نياله، لسه خلونا من الغنى، خلونا من الكلام اللي بتعملوا فيه وشنو؟ ماسكيننا بعد ده مشروع بتاع انتشار، الكلام ده اسمعوا، انا قلته قبل كده وحياه كتاب الله وبعيده تاني. مشروع بتاع انتشار، انتشار كيف؟ انه خلاص يعني الفجه اللي انا قعدت فيها دي احاول اسس فيها عشان اعيد صياغه دولتي، وابدا من هنا وارجع حبه حبه، متى ما يرجع. كيف الكلام ده؟ ما هو انا حسيت عندك بنوك كثيره يا اخي في مدرمان، لسه في سوق مدرمان، وعندك بنوك في الخرطوم، لا عملتها. امشي خش التلفزيون بتحضر، افتتح شنو كده في كرري، افتتح كده موقع في كرري. الاموال اللي بتفتتح بها دي ما تحاول تحويلها كلها تصيغ بيها عشان تنهي بيها الحرب دي؟ بتحاول تدعم بها العساكر اللي قاعدين جعانين، والناس المستنفرين دول والمعسكرات دي عشان ياكلوا الجنجوي دول وننتهي من المعركه؟ لا، بيحاولوا يكونوا مدن تابعه لمنه؟ تابعه للجيش السوداني، تحت سيطره الجيش السوداني، تحت سيطره كده. طيب والجماعه ديك
دين الانتشار بتاعهم بعد شوي حيبقى شنو؟ مناطق محرره. انت فاهم الكلام ده؟ مناطق محرره. كاودة مناطق محرره كانت. جبل مره مناطق محرره. الخرطوم مناطق هتكون محرره للميليشيات دي ذاتها. ما حيجيف المشروع ده ما حيجيف على هنا. إذا ما نحن فعلا كلنا نادينا بأنه يضبط المشروع بتاعه اللي بيعمل فوق تكوين حكومة الحرب دي أساس الدولة، المجموعة بتاعت القيادات العسكرية دي، أنت رضيت، أنت أبيت، أنت دار تتعاون، أنت زول أهبل تقوم تتبعهم. ديل حيضلوك، ديل ما ممكن أصلا يكونوا سايقين مشروع لتغيير حقيقي. ده الغتلة زيه وزي الميليشيات دي، ما في فرق. انت بتكره ميليشيات موت، بكرهها موت، بكره الميليشيات دي لانها غتلة ولانه سفك دماء، بتكره الغاحات موت. ده الخونة وعملة وباعوا الوطن. بتكره القيادات العسكرية بكرهها، دي ذاتها ما شاركت في نفس المشروع ودي صنعت المشروع ذاته. كيف تغير المشروع ده؟ انت زول مغيب؟ ما حيغيروا ليك الميليشيات دي، حيخلوها قاعده وحيعملوا مناطق بتاع السيطره، وحيكون زي المشروع الليبي. حيكون مشروع تيبيكال من المشروع الليبي. يا هو الغنى بتاعهم ده والمقاومه الشعبيه وتجهيز واعداد وكده وحفلات واحتفالات، وبعين والي. يعني كيف تعين والي؟ انت ما حق تكون حكومه حرب يا اخي، انت ما حق تكون تجيب حكام عسكريين، انت ما عندك قضيه بالسياسه، انت ما قلت الجيش السكنات زيد محمد همزه والي الخرطوم، عين السيد رئيس مجلس السياده فلان الفلاني، تعين شنو يا ابوي؟ يا تو سياده، هي السياده دي ما انتهت، المشروع ده ما انتهى، المشروع ده انكشف للشعب السوداني. ما تقول لي مجلس سياده، ما في حاجه اسمها مجلس سياده، الكلام الصح ده هو بيحرق، لكن الكلام الصح ده هو لو ما نحن تكلمنا عنه بتغرق ثاني يا ابوي، بتغرق، ما تبقى زول غبي، ما تبقى زول مغيب بتدافع لك عن مشروع بغرقك قبل كده يعني. ما تبقى محمود كله طالع داخل من الدكة وطالع من الدكة يا أخي، ما تبقى يا شعب يا سوداني، أنا بتكلم عن كل الناس اللي بيسمعوني، ما يدبلوا عليك يا أخي. نحن مشروعنا ده مشروع بتاع تكوين حكومة حرب، جنرالات عسكريين يقعدوا عشان يبدوا بعد ما ننتهي من الميليشيات دي، لأنه المعركة دي ما في مدني بس، ما يغشوك، ما مدني ولا الخرطوم ولا كده، دي السودان كله، دي السودان كله. إذا ما أنت مشيت أول حاجة قفلت الحدود كانت كبداية، أنت أول حاجة عشان تضمن إنه ما يجيك تمدد، ما يجيك حياة داخلة أسلحة أي شيء، بتقفل الحدود. ده الكلام وده الفهم. أنت لغاية حس الجنينة فاتحة، الجنينة دي فاتحة عندهم عند الميليشيات دي، كيف أنت تنتصر؟ ما هو طوال المدد ماشي، لو ما جاء من روسيا بيجي من الإمارات، لو ما جاء من الإمارات بيجي من التشاد ذاتها، تشاد الليلة قاعدين معه بيدعموا يا زول. تضرب عربيتين بيدخلوا 18 عربيه. ما اول نقطه انت بتمشي اول حاجه الجنينه هناك تستلم الحدود بتاعتك دي عشان تكفلها. ما انا اول حاجه لو عندي تنك بتاع بنزين ده مدفق ما بخش النص اشوفه مدفق من وين، بفتش بالجنبات وبشوف الاطراف بتاعته الخرم بتاعه وين، اول حاجه بكفله عشان اضمن انه كلاز بعد ما اقفله ثاني ما عندهم صواريخ بيضربوها ولا عندهم سلاح بيضربوه ولا عندهم اكل بيصلوا. ما قفل الحدود ولا داري يقفلها يا اخي، ممنوع يا اخي تقفل الحدود دي الفتره بتاعت اول حاجه الشهر ده، دي داخله في اعلان حاله الطوارئ، مش تقعد تقول لي محمد عثمان همزه والفلان الفلان، يا اخي انا ما عندي قضيه بهم، انا داير ناس جيش اول حاجه ياسسوا، انا ما عارف انه المعركه دي حتستمر. المعركه دي ما الليله ولا بكره ولا بعد بكره. المعركة دي حتستمر. طيب إذا 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 نحن نعالجها كيف؟ تعالجها أول حاجة تقفل الولايات دي وتغير المجموعة القاعدة في قيادة الجيش ده. لازم تتغير القيادة العسكرية بتاعت الجيش ده. هتيجي تقول لي ده اللي بغيروا، ما بغيروا، ده اللي جايين عشان يحكموا. ده لسه واحد فيهم ياسر العطرة بطبل للبرهان وقال رئيس مجلس السيادة، سيادة شنو يا عطا؟ ما في سياده يا اخي، انتوا عساكر عديل، لانه الموضوع بتاع المشروع السياسي ده سقط. اذا كان هي جابته ذاتها قوه سياسيه غزيره باعت الثوره دي واستلمت وقعدت، دي القوه السياسيه اللي بتتكلم عن سياده وما سياده. انت بتتكلم عن جيش مشينا عملنا تركنا، ده جيش. ما تعين لي واحد تجيب لي زول مواطنين تقعد تختار انت منو عشان تختار كان البرهان ولا العطا، عشان تجيبوا ناس تعينون. انتوا ما من حقكم تعينوا، انتوا من حقكم يا اما تعملوا تكونوا حكومه بتاعت حرب وتنسحبوا من المشهد.
لانه انتوا سبب الازمه دي ذاتها. اذا نحن ما تكلمنا كده يبقى نحن بنغوش على نفسنا. اذا دارين نطبل ليزول هو واحد من اسباب الازمه يبقى نحن جبنا. نكونوا واضحين يا اخي، دي القيادات سبب المشكله. لا 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 بنضحك معاهم ولا بنتونس معاهم وبنعدهم هم ذاتهم زيهم زي الميليشيات دي ما عندها فريق. يزحوا من المشهد عشان تجي قوة حقيقية، قوة عسكرية عديل بتشتغل عسكرية، بتشتغل تقفل الدولة دي ذاتها، تقفل الدولة دي عشان تضمن انه ما في تسريب تاني جاي داخل. وتبدأ هي ذاتها تعيد المواطنين بتاعنا يا اخي، المواطنين المشردين في القاهرة. الليلة في رأس ما هي دي الواحدة من المشاكل، انك انت القوة السياسية بتاعتك غزرة، الصحافة بتاعتك غزرة، الرأسمالية بتاعين البلد غزرين يعني. يعني احنا لو جينا عندنا الماضي بتلقى انه الغاز ما جات الحكومه بتاعت اللاين غازي كانوا في راسماليه ما طفيليه، كانوا وطنيه. في فرق بين الطفيليه والوطنيه. كانوا وطنيه وكانوا بيشيدوا وكانوا عملوا مدارس وكانوا عملوا جامعات لمنوا للدوله. زي ناس الضو حجوج، اسماء كثيره جدا جدا، حصل عوض محمد مليون مليون نفر جاء قدم بيعمل مركز صحي بيسلموا للدوله. تغيرت الرأسمالية ديل ذاتهم، الناس اللي كانوا مستفيدين من البلد بدل يعملوا للدولة بيقوا عملوهم هم ذاتهم وخاتنوا بأسعار خيالية. اللي هم اللي عملوا مستشفيات دي قدامكم الرأسمالية الطفيلة جابتهم الحكومة بتاعت اللاين غازي. فديل واحدة من السوءات بتاعتك. حس الناس اللي قاعدة في الغاهرة دي بتاجروا بها، بتاجروا بالملفات بتاعتها. عندك ملفات، حس المجموعة الكبيرة جات وما دايرينها ترجع ذاتها. حسي كثيرين بيقوموا يغيروا لون الاشاعات، اوعكم ترجعوا بتموتوا. الناس اللي قاعدين في القاهره ليه بيموتوا ترجعوا؟ لا، وعملوا لهم مدارس هناك، راسماليه جات هناك وجزء منهم كيزان في اسوان وفي القاهره جوا، بدوا افتتحوا في مدارس. ليه؟ عشان الناس ما ترجع. لا يا اخي، الناس ما حقه ترجع بلدها، الناس ما حقه ترجع تعمر اللي تدمر. انتوا ما عارفين اللي اتدمر ده شو؟ الناس بتفتكر انه اللي اتدمر ده حاجه بسيطه، لانه في واحدين ما ضاقوا المرارات او ما كانوا موجودين او اهلهم بعيدين من المنطقه دي. البيوت اللي دخلوها في العاصمه القوميه المثلثه ما في مرة سودانيه ما عندها ذهب، دي ادت نهب. مئات الالاف من الذهب دي طن، ممكن يكون بالطن نهبوه الميليشيات دي. ذهب وقروش وعربات، ناس كانوا بيخزنوا، ناس في سودانيين عندهم الامكانيات، اولادهم مغتربين بيلقطوا، نسوان كبار تلقى الوحده خدت لك عندها المفحضه خدت لك 500 دولار وخدت لك ولا عارفها تناديك تعال يا ولد دي كم؟ دي كلها راحت. ذهب واحد يقول لك ورثه من زمن جدا شايلينه بالجرادي، الناس من درمان القديمه دي كلها راحت شمار في مرقه. الكلام ده كله، القروش اللي اتنهبت دي كلها، اضيف الى ذلك جات تشرد في الغاهره، وجات قامت راسماليه طفيليه بتاعتنا لانها ما وطنيه، جت هناك تستثمر. وين؟ تستثمر في مصر، لانه ديك بعد ده بقى سوق رايج، يستفيدوا من السودانيين، يبدوا يعملوا في مشاريع في مصر. معناتها شو؟ معناته انه انت مطارد زي الانتهازيه اللي لحقوا المواطنين في مدني وغللون الازعار، زي المواطنين اللي بيلحقوا المواطنين المهجرين من العاصمه في سنار ويرفعوا لهم الازعار. ودي واحده من السوءات بتاعتنا والسيئات اللي حقه نحن نغيرها كشعب سوداني. يعني اتسم دائما بالاخلاق الطيبه وبالنبل وبالرجاله وبالشجاعه، دي كلها تغيرت في تحت ظلال النظام السابق بتاع الميليشيات الفاده المنظومة الإسلامية دي. واحد قال لي ولا دلتم، قال في صواريخ حتصل في القريب العاجل. القضية نحن ما خايفين من صواريخ بتاعت الميليشيات دي يا جماعة. نحن حسي ما خايفين من الميليشيات ذاتها، لأن الميليشيات بقت ما بتشكل شيء. الميليشيات دي بعد المسيرات الاخيره وبعد الضرب الاخير ده اكدت لك انه هم ذاتهم جوا اكبر مما نحن يعني ناخذ لهم الحاجه الكبيره دي. هم كميات كبيره بس، لكن ما عندهم اي حاجه وما عندهم عقيده قتاليه. خلاص العقيده القتاليه بتاعتهم انتفت لانها مبنيه على السرقه والنهب والاغتصاب ودخول بيوت المواطنين الاحرار. دي بقت واضحه، بقى هم ذاتهم ما عندهم العقيده، لكن الاشكاليه بقت في قيادتك العسكريه اللي بتقود المعركه ذاتها، اللي بتقودها من بورسودان وبدات تعمل لها عواصم ثانيه، عشان ده
ما ده تاريخ، ما هم بيقولوا لك يا اخي حسي البرهان ده بيكون بيفكر في انه لو لقى فرصه بانه يعمل بورسودان عاصمه ما عنده مشكله، زي عمر البشير ذاته لو كان وصلوه قال له يا اخي بس توتي دي، كان توتي ذاته بقت له عاصمه وما عنده مشكله، بس المهم يكون موجود. والكلام ده انا بعيد فيه كثير، البرهان ما عنده مشكله حيكون عنده عاصمه ممكن يكون عاصمته في بورسودان والعاصمه الثانيه في شندي، يقعد يتطاير بين شندي وبين بورسودان ما عنده مشكله. دي مشكلتنا نحن، ما مشكلتنا الجنجويده، الجنجويده سهلين جدا جدا. هو لو مشى البرهان والقيادات العسكريه اللي فوق دي مشكلتهم ذات انتهت، ما هم قالوا مشكلتهم البرهان، وقت الجيش يقوم يسهر معدن ويبقى جيش حقيقي، يبقى في النهايه حتجي هيئه اركان ما بيقدر يرفد البرهان ولا بيقدر يغير فيها لو يقدر يعدل. انت تخيل انه الاداره بتاعت الضباط ذات الاداره الحقيقيه الحق تغير وتعدل وتجيب وتعمل، دي معينه تعيين، ما عندها الملكه بانها تغير، لا ما بتملك انها تغير، هي ذاتها تابعه للبرهان. ودي واحده من الاخطاء اللي عملها عمر البشير، هي تركان قاعده يا زول ضابط مع مده انتهت، ثاني يوم بيلقى جوابه لو قاعد في النائب العام ولا قاعد في اي موقع، خلاص نزلت المعاش. هي اللي بتستدعاك وتشوفك وتحاسبك وكذا، دي ما دي هيئه الاركان الحسي حاليا دي ما ممكن تحاسب البرهان، زي جبال ما كانت ممكن تحاسب عمر البشير. يبقى في النهايه نحن حقه نتفق مع ناس ان الجيزه لازم ينصلح، نحن وقت قلنا هيكلة الجيش زمان ما قلنا عن فراغ، نحن عارفين انه الجيش ده لازم يتهيكل، لازم تتعاد صياغته، لكن المعركه المستمره دي خلتنا نتجنب المشروع ده، لكن بدات القياده العسكريه في الهرم بتاعه بدات تتلاعب بالقضيه ذاتها وبدات تسوق المشروع، مشروع سياسي، مشروع بتاع اتفاق، مشروع بتاع انه يقبلوا مجموعه انتشار الدعم السريع في مناطق وانتشارهم في مناطق ثانيه ويقودوا الدوله، وبعد ده يبنوا من كوستي يبنوا من مناطق محرره انهم عندهم عواصم قاعده، وتضيع العاصمه القوميه لغايه حسي في ناس عبد الرحمن لسه ما رجعوا، لسه كلهم لسه عبد الرحمن لسه ما بقت امنه، ما بيعترف لسه عند رمان دي مبدات فيها تسللات، فيها ميليشيات بتتداخل في هنا، في ميليشيات صالحه، فيها الاف مئات الالاف من الميليشيات، فيها ميليشيات سكنت واستوطنت، ودي المشكله اللي عارفينها ناس الجيش وحقه يفهم المواطن ما فاهمها، في ميليشيات اصلا الميليشيات بتاعت الدعم السريع وقت جات استوطنت في مناطق، يعني الناس زي ما جو اشتروا بيوت، اشتروا وين؟ اغلب شراءاتنا الكميه الكبيره كانت في المناطق بتاعت مبده والمناطق بتاعت صالحه. يعني انت حتدخل في مشكله بين انك تفرز بين ده دعم سريع ولا ده جيش ولا ده مواطن. انت دي واحده من المشاكل، يعني الجيش وقت تيجي داخل في منطقه داري يعرف ده منو ده. انت دعم سريع يعني ما ممكن يزعل له زول ممكن يكون شايل له سلاح. فدي اشكاليتنا، يعني اشكاليه شوف الدعم السريع ده صبروا لغايه ناس استوطنوا، والليله المعركه دي بدل يغدوها هم ذاتهم الجنرالات ده اللي يدقوا خيم ويقعدوا في الخرطوم هناك، اشتغل هناك طلع هناك في ارض المعركه، قاعدين هم بمارسوا في السياسه في بورسودان ودايرينها طب اللون، دايرينها طب اللون. زول اقعد غود، احنا ما دايرين غود المعارك بتاعتك دي لما تجتث الدعم السريع، ما تغش على الناس، الناس لغايه المواطنين ما رجعوا، ناس من درمان ما رجعوا، درمان القديمه ما قادرين يرجعوا، كانوا كل يوم بيقولوا نرجع نرجع، ما لسه خايف الناس، والجيزات ما 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 اصدر قرار بانه الناس ترجع، ما انت محتاج عشان نكون واضحين، خلينا نحن اللايفاتين نتكلم يا جماعه ارجعوا ارجعوا، ده ما ده كلام، ده كلام بتاع زول بيتكلم على امل انه ناس وطنه يرجعوا، لكن القياده العسكريه دي مش حقه تقول ناس ام درمان منطقه كده منطقه كده ترجع مناطقها، نحن امنا المناطق دي نحن الجيش السوداني، قالوا لك الكلام ده ولا بقولوا لك؟ ليه ما بقولوا؟ ده ما شغلهم، ده ما شغلهم انه يرجعوا يامنوا المنطقه وطوالي يطلعوا اعلان كبير بانه المنطقه دي مؤمنه والناس ترجع. الحقيقة قال لي مفروض الوزارات تتوزع بين المدن،
القضية ما بتبقى في الوزارات، القضية في الأصل بتاعك أنت، ما أنت أصلاً كان عندك وزارات، في أي ولاية عندك وزارات، في وزارات وفي وزارة اتحادية للناس اللي تقدر تفهم، مع النيالة فيها حكومتها كاملة، في وزارة الصحة، في وزارة كده، في وزارة كده، في وزارة كده، الدمازين عندها حكومتها كاملة، كانت عندها استغلالية، يعني كان الحكم قريب لكونفدرالي. القضية دي، وفي الوزارة الاتحادية، يعني الخرطوم في وزارة ولائية بتاعت الولاية، وفي وزارة اتحادية. الوزارة الاتحادية دي بتدير شنو؟ بتدير العمل في الوزارات، في الوزارات الولائية كلها. ده على أخونا الكاتب تحت عشان يفهم. الليلة الوزارة الاتحادية المن اللي هي المرتبطة بأنها هي بتتابع الإمداد الدوائي والإمداد الغذائي والإمداد الكذا والكذا، وبتتابع مع برا، وعندها مكاتبات وعندها مشاريع كثيرة مخطوطة، كوزارة اتحادية أول ما يجي يقول لك يا أخي نحن الصينيين دارين نقدم لكم شغل بتاع توعية في مجال كده، وعندنا مراكز صحية دارين شهيدة في كده، ده كفهم. بتقوم الوزارة الاتحادية عاين الكلام ده، والله دي الناس السنار دي المحتاجين، اللي هي السنتر بتاع العمل ده، توزيع العمل ده، السنتر بتاع توزيع العمل ده بيكون قريب لكل الوزارات، لأن المخاطبات والكتابات دي كلها بتكون مرتبطة ببعض. يعني وزارة الصحة ممكن تكون مرتبطة بوزارة التخطيط، لأنه عندها شغل في مباني معينة، لازم انت تقوم تجمع مجموعه كبيره، زي العاصمه الحصي، العاصمه الامريكيه، زي باريس، لانه بيكون فيها كل الوزارات الكبيره عشان تكون قريبه لبعض، عشان تكون المكاتبات سريعه، بتطلع حاجات معينه. يعني الكلام ده حصل عندنا وما فيه مشكله، لكن انا بتكلم لك في انه انت تقوم تمشي هناك، تعين والي هناك يكون قاعد، الوالي ده يكون قاعد مسؤول من شندي، مسؤول من المناطق المحررة بالنسبة للجيش السوداني، والمناطق الثانية دي ما عنده أي فيها أمر، ودي بتبقى فيه مشكلة. معناته التجاري إنك تبني مشروع سياسي، يبقى هو الرئيس، تحتفظ بمجلس السيادة، تعين هنا وتعين كده وتعين كده، وتقول للناس بعد ده لغاية ما ننتهي من المعركة، تنتهي من المعركة 200، ما أنت خلاص كده، أنت أدير عملت حكومة براكم، أنتوا كقيادة عسكرية عملت حكومة براكم. في الحالة دي وريني انت بتنتهي من المعركه 200، ما انت ما ممكن ما تنتهي من المعركه، ما زي الكلام اللي قاله الهالك حميتي بان تقعد 10 سنين 12 سنه في المعركه دي، زي الناس الليبيين اللي كانوا متمنين انه المعركه دي تنتهي والليله لا 14 سنه ما انتهت. ما انت محتاج زمن معين تقوم تشرحوه، ما الشعب السوداني محتاج انك انت تحسي بتدير الدوله دي كيف، انت برهان والمجموعه بتاعت القيادات العسكريه دي، اطلع ورينا انت بتريد الدوله دي كيف، والشرعيه بتاعت مجلس سيادتك ده مستمده من وين؟ انت ما عندك شرعيه، الحاجه الوحيده ان احنا معاك فيها انك انت ترجع للجيش بتاعك، للسكنات بتاعتك، والجيش ده تعلن حاله الطوارئ، تكون حكومه الحرب، الحق القرارات العسكريه الحق تتعامل. يعني قال لي رايك شنو في افراد الجيش شغال شفشفه في حياه ام درمان القديمه؟ والله هو خبر، ما هي المعركه دي يا جماعه كل ما تستمر ممكن يحصل فيها الاخطاء الكثيره، ونحن ده اللي بنقوله. لكن هو الجيش وينه؟ هم ما في الجيش، المشكله انه انا عارف انه الكميه بتاعت الجيش دي ما كثيره يعني، والشفشفه دي ذاتها بتتم كيف؟ الزول اللي بيخش ويطلع ده ما خايف من نقاط التفتيش؟ وهل الناس الموجودين دول كلهم فاسدين؟ ما انت بتخش مناطق عارف انه فيها موت وفيها مشاكل، وحتطلعها وين الحياة دي؟ ما دي ممكن تكون اشاعات يعني. انا بشك في انه الناس اللي بيقاتلوا كان اذا كان العمل الخاص، ولا اذا كانوا هيئه العمليات انه يعملوا كده، اشك فيها، لانه الزول اللي بيسوق الوطنيه انه يقدم روحه للوطن ما بيسرق، ما ديك الميليشيات ديك جايين يسرقوا، يبقى في النهايه المصلحه بتاعته في انه يصلوا يقتحموا البيوت انه يسرقوا. كويس؟ طيب العساكر ديل، ما العساكر ديل في لحظه من اللحظات اتفرتقت كلها، لكن كميه كبيره اتجمعت وجات كونت كميه بتاعت مستنفرين الليله فايتين الممكن يكونوا 70 80 الف ديل في العاصمه. الناس اللي جو عشان يقدموا روحهم ديل يعني فداء الوطن بيسرقوا؟ ما ممكن يسرقوا طبعا، بس بالمنطق كده يعني، يعني بالنسبه لي ما ممكن، حتى لو جيش يعني التاكيد شنو يعني؟ والله جابوا صوره كده فبركه
فبركة نحن بنعرفه انه زول بيقدم روحه للوطن ده وممكن يقتل الجنجويلي ده ومشى قاتل عشان يستريد مناطق ناس، ما ممكن يسرق، ما ممكن يسرق. يعني انا بقول لك اذا كان في واحد ضعيف النفس ولا اثنين ما ممكن يكونوا كلهم، لانه ديل طلعوا ديل حسب قاتلوا عشان الناس ترجع اراضيها، فما ممكن يسرقوا. يعني العساكر ما ممكن يسرقوا، جيشنا ده ما ممكن يسرق. ممكن زمان تقول ليه حصل كده يعني مشاكل فردية، لكن ما ممكن تكون مشاكل جماعية. عارفين انه عندهم فيه الناس ممكن يكونوا كعابين، الجيش ذاته الفترة الأخيرة دي وهن، عساكره تعبانين، لكن حاليا الناس اللي بيقاتلوا دول يستحيل بعد القتال المرضى وهو بقدم روحه قدامك يمشي يسرق لي حاجة. دي كذبة، ودي ده تسويق هم الناس اللي بيسوقوا في مشروع زي ده. ليه يا زلمه عضب بيتكلم عن الامارات والبرهان ما بتجيب سيرته؟ البرهان انا الكلام ده قلته قبل ياسر العطا، قلت زمان البرهان ده هو جابه الامارات. جبال انا بقول لك تغيير الناس دي ليه؟ او انت قايل جاب البرهان منه؟ ما جابه حميتي وابراهيم الشيخ والامارات. ولو ما اخذ الاوردر من الامارات لانه كلهم مرتبطين بعاصمه الحزب، كلام قلنا زمان. كلام قلنا زمان ما بيقدر يتكلم عنها، ما بيقدر يقول بغيم، لانها هي جابته الامارات. ياسر العطا طبعا ممكن يكون قريب للمصريين ده، قريب للمصريين كلهم، كباشي قريب للغطريين. انت قال البلد دي ما موزعينها، لان احنا بنقول انا بقول لك عديل ما زي الناس التانيين، انا بديك لا من الاخر زي ما بقول، ما من الناس التانيين الواحد اللي بيقعد اللي بيقول لا لا، ده كلهم القيادات العسكريه اللي قدامك دي، احنا مش واقفين مع الجيش، نحن مش مناصرين الجيش، نحن مش بندعي الله سبحانه وتعالى صباح ومساء انه ينصر الجيش. عارفين الكباشي ده يتبع لغطر، عارفين البرهان ده يتبع للكيزان ويتبع للمنظومه الاماراتيه دي ذاتها، وعارفين انه ياسر العطا ده يتبع للمصريين. كلام عارفين، زي ما عارفين القاعد معانا ابراهيم جابر ده يتبع للدعم السريع ذاته ويتبع لحمايتي. فالوضع ده بقى واضح، يعني الناس كلها الا تكون زول ما قادر تفهم. ما هو ما لو ما يتبع للجهادي ما كان قاعد هنا، ولو ما كانوا تابعين للكيزان ما كانوا وصلوا المرتبه ذاتها. ما من عقيد كانوا لحقوا مطاها، كان شاتون زمان. المعروف ده موضوع معروف، يعني ما داير الناس يتغالط جادلوا فيه ولا يتغالطوا فيه. لو مركب صاروخ، لو انت اول مش الاول، انت لو زي ما بقولوا بتسمع الكليه الحربيه تسميع عرر كده، لو ما تابع لموالي للنظام السابق ما كنت وصلت عقيد. نحن عارفين الكلام ده، وعارفين انه حس اللي بيحصل ده كله فيه كميه بتاعت كيزان، ومؤمنين بانه نقاتل، ومؤمنين بانه ننصر وطننا، ومؤمنين بانه ندعم الجيش السوداني كمؤسسه ايمان قاطع، ومؤمنين بانه نحن حنهزمهم. نحن ذاتنا شفت كان الكيزان ولا الغحاته ولا الدعم، مؤمنين بانه حينهزموا بكره، حينهزموا معركه دي انتهت. الميليشيات دي كلها حسي هم ما بحاولوا يتلاعبوا بالزمن ويدوا بصمات لمجموعاتهم بتاعت الكتائب دي، واولاد شفع صغار يدخلون لك مع ضباط كبار. عارفين نحن عارفين، لكن مؤمنين بانه بننصر الجيش ده لغاية فترة معينة، في النهاية نحن حنصل، لأنه الجيش ده لازم يتهيكل براه، وحيصل للقناعة دي الضباط بتاعينه، حيصلوا للقناعة دي عساكره، حيصلوا للقناعة دي بأنه لازم يتعدل الوضع ده، لأنه هم ذاتهم يكون جيش عديل مهني قومي. بكرة الميليشيات دي ذاتها حتصل للقناعة دي، إذا ما وصلنا للقناعة دي معناته نحن عندنا حروب طوالة حتكون مستمرة، تنتهي من الميليشيات تدخل في حاجه ثانيه اسمها حركات مسلحه، تنتهي من الحركات تدخل في هيكله الجيش والمؤسسات بتاعت الجيش والتلاعب بمؤسسات الجيش والمحابه والدهنسه والجهويه والقبليه. ما هي مشاكلنا ما هي مشاكلنا كل شيء جميل في البلد دي في جهاد غزه في وعوده. ده بفهم بسيط، كيف في جهاد غزه وعوده؟ يعني اي جهاد راس الجمهوريه لازم تكون مربوطه بالطائفيه، يعني لازم الطائفية تدخل يدها. كيف الكلام ده؟ بداية كلامي مش قلت لك جعفر الصادق اللي هو ود المرغني ده كان قاعد مع البرهان أول امبارح استقبل استقبال الفاتحين؟ طيب دي الطائفية، لازم تدخل يدها ولازم تضمن ولازم تبارك ولازم كده. القبلية
ما هو دي المشاكل بتاعتنا القبلية دي، عاين للناس اللي بيمشي لناس البرهان وشيوخ كده وعمد كده وكده وكده، لازم تدخل يدها في شنو؟ في المشروع ده ذاته. طيب ما تدخل يدها، ما حتدعمه. الجهوية لازم تدخل يدها في المشروع ده ذاته، ناس جهة معينة، أولاد أم درمان، أولاد نيالة، مجموعات معينة مكونة برضو دي سمة الجهوية لجهة معينة، يتبعون لجهة معينة، لازم تدخل يدها في المشروع ده. وده وجود يدها هنا ده معناته إنه مشروعك ده كله باطل، يعني الرأسمالية وقت تدخل يدها في المشروع ده معناته عندها أجندة بعدين أنت لازم تدفع عليها. القبلية دي وقت أنت تقبلها وشيوخ القبائل يدعو، بدل تدعو بقومية وطنية بتاعتك بالقومية بتاعت السودان الواحد إنه هو بيتعرض لهزة وبيتعرض لنكبة، أنت محتاج تدعمه بقوميتك، لا تقوم تدعي القبائل ديل ذاته للشيوخ والبتاع ده. مشروع في النهاية هيكون عندهم شنو؟ دارين حقهم، دارين المنحة بتاعتهم، أنت مقبل ووقفوا معاك، نازل أجرمه، لا والله يخليهم يتغاضى عنهم لأنه يا أخي نازل وقفوا معانا. الجهة الرأسمالية الطفيلية محتاجين انك تنفذ لهم اجندتهم، الطائفية محتاجين انك تتغاضى عن اهل المرغن دول وتقبل بالنهب اللي نهبه تاريخيا من الشعب السوداني هو واهل المهدي. يبقى في النهاية انت ما حققت اصلا، ما حققت دولة، لانك حتضطر انك انت تتغاضى عن جرائم قصاد حاجات قصاد انه هو ساندك، حسي ساندك في شخصك، انت ما محتاج يساندك كقائد عام للجيش وانتو كقيادات عسكرية، انت ما محتاج يساندوك، انت ما محتاج يساندوك، انت ما محتاج تساندك القبائل، انت ما محتاج تساندك الجهوية، انت ما محتاج تساندك الطائفية، انت ما محتاج تساندك الرأسمالية الطفيلية، انت محتاج يساندك المواطن السوداني ده كله بغومته بإسنياته كلها كله يساندك، بس يدعمك هو، ما تدعمك القبيلة. ما يقول لك انا بجيب لك ألف، ما دار ألفك، أولاد قبيلتك ديل لو بيعرفوا الوطن بيجونا، عندنا بوابة اسمها الوطن، لكن هم دارين يسوقوها لك باحتفالات وقفاطين وجلاليب، تتفرج هذاك تستغرب، ده مشروع قديم، ده مشروع بيطول عمر المعركة، ده مشروع حيودي السودان في داهية، ده المشروع ساقوه قبل يكون الكيزان وساقوه قبل نميري قدر يتخلص منه فترة معينة، لغى الإدارات الأهلية ذاتها في الدولة، لأن ده مشروع قديم، دي الدولة القديمة اسمها. ودي سبب فشلها اتعملت الدولة الحديثة اللي هي الحسي نحن بالنادي بها انه الدولة هي المسؤولة من المواطن، ما عندها وسيط، ما عندك وسيط بينك وبينه، ما في شيخ ياخذ في النص يكون في النص يجيب لك، هو دولة تدي وهو يديك، انت هو يناديك عشان تحمي الدكتاتور تساند الدكتاتور. دي دولة قديمة، دولة مربوطة بدستور، حسي حاليا الدول الحديثة مبنية على دستور، عندنا دستور كلنا بنرجع له، والمواطن عارف حافظه بغالط فيه الموظف، ده كلام شفناه هنا بيشوفه في دول كثيرة، الموظف يكون يتكلم معك تقول لي يا دول كلامك ده غلط، القانون بيقول كده يا اخي، ده دستور دستور البلد تحت غالطني فيه، ما عندك دستور انت يا اخي، ولا دايرين يعملوا لك دستور، ده دايرين يحكموا بس، واحد داري يحقق نبوءات ابوه والثاني منافق كذاب بوراء والثالث جرى في مشروع بتاع المنامه فشل، ده اللي دارين نحكمه. مشروع الجديد ده مشروع بتاع وطن، مشروع الجديد ده مشروع بتاع جيش يشتغل جيش، الوزارات اللي بتكلم عنها تشتغل وزارات، القبائل تشتغل قبيله، معامل اجتماعي، تدخل خشمها في السياسه دي يتقطع، شيوخ يتدخلوا في السياسه دي يقطعوا لهم خشمهم، ده بره انت ما عندك قضيه، دي سياسه بتاع الدوله يا زول. عندك عمل اجتماعي تأكيد لأنك أنت الزول ده من أولاد قبيلتكم، دار تعمل له جنسية، دار تعمل له جواز، وحقه المشروع ده يندسر، لأنه دي فيها ذاته مشكلة، كيف يعني يجي داخل يقول لك ده ما مولود هنا، تنعرفك والله عندي مشكلة معاه، عندك مشكلة معاه أيوة، لأنه دول الناس قبيلتنا صح، لكن نحن في القبيلة هم ورا بابهم كده، بابهم أدنى، فاهمني أنت؟ ما فاهمين الكلام ده، بابهم شنو؟ والله ديل بابهم أدنى كده، تعبانين في القبيلة ذاتها عندهم باب كده، ديل ما أشراف زينا، وين ده في القبيلة ذاتها؟ ديل من ديل شيوخ القبائل، أقسم بالله الكلام ده موجود ومعروف، عشان كده ما يعملوا لو هنا، والله يا أخي ولدنا دارين نودي الجيش، والله ولدكم ده يا أخي نحاول نودي لكم الجيش، ده منه؟ ده شيخ ما بيعرف يكتب اسمه،
بيكتبوا له اسمه. ديل سقطوا البلد وسقطوا حجر البلد زي ناس اسمه من التريك وميريك والنظارات والعموميات. هم ديل ذاتهم ما انت عندك دوله، هي دي سقطت اول ما تجي الدوله. اول ما تجي الدوله بتسقط القبليه وبتسقط الجهويه وبتسقط الطائفيه، وبيبقى المواطن معلق في نظام الدوله، سيستم مقفول. مواطن سوداني بينه وبين الدوله ما في حاجه، ده حقي دي دولتي انا ده بعدل فيها. هسه الليله نحن ناس كثيرين اختلفوا برا عندهم جنسيات زي الغحاتة ديل، ممكن بكرة الدولة ترفض جنسية تطردهم تسحب منه الجنسية، ممكن ولا ما ممكن؟ لكن في مواطن سوداني بتقدر تسحب جنسيته؟ في مواطن انت بتقدر تسحب، انا سوداني بتقدر انت تسحب جنسيتي؟ برلمانك ذاته بيقدر توديني وين انت غبي؟ دي بلدي ودي جنسيتي وده وطني، انت حتغير وتودي وين؟ فالمشروع ده تخيل انه الجنسيه بتاعتي انا ذاتي دي الا انا احتاج لي وصيه يجي معي شيخ الحل يكتب لي، شيخ الغريه يكتب لي، ولا الشيخ الكبير انا داير اخش الجيش لازم يكتب لي زول فريق. زول دي ما دوله يا ابوي، دي عصابه، دي مجموعه بتاعت عصابات مرتبطه ببعض. قال لي تتكلم يصنفوك عدو، هاي ما هو ده الكلام. نحن الكلام اللي بنقوله ده في ناس هاي ما بيقدروا يقولوا، في ناس بيهاجمون، نحن ما في حاجه بتخلونا يهاجمونا لانه بنقول كلام عديل ومنظومه في سلسله. تكلمنا عن دوله المواطنه انه نحن كلنا مواطنين يا اخي، ما في زول احسن من زول، ما في زول بالدبي ملعقه بتاع الذهب، والدوله دي حقكم تكون مسؤوله مننا كلنا. جيش الليله نحن بنقاتل مع الجيش ليه؟ لانه دايرين نحافظ على الدوله، وحفاظنا على الدوله بيحتاج انه نتكلم الصح، ما نقبل بالغلط ونجي نقول لا. عشان يا اخي عشان والله لو قلت كده ناس الجيش يا اخي بقتل الروح المعنويه بتاعته. تقتل الروح المعنويه ولا تقتل روحك انت يا غبي؟ دي ربنا بيسالك منها يا اخي. ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. يا اخي ما تركن يا زول، اصل الظلم ده ما تركن، انت ما اصلا طالع ضد الظلم، انت من ولدوك مظلوم مظلوم مظلوم، وكل مره ساكت يا اخي مشيوني يا اخي. نقبل البراء، براء شنو يا زول؟ انا لا بعرف براء ولا بعرف مالك، دي بلدي يا ابوي. نحن الليله عندنا جيش بنقاتل، ما تجيب لي اسماء معينه وما تركب لي كتائب وتجيب لي مجموعه بتاعت صعاليك تجي تقول لي ديل قاتلوا نضالا. نحن ما داير ما داير، لو داير اي زول بيفتكر انه ناضل لازم يسهر ولازم يكون عنده الباع ولازم يبقى رايد ولازم يبقوا فريق، يبقى في النهايه نضالك ده عنده ثمن، ده ما نضال اسمه، دي ما نضال، دي سمع نهب، دي ممكن يكون احتيال، محتال، انت محتال مش مناضل. فالوضع ده يا جماعه وضع بقى واضح، والقيادات العسكريه دي والله غلبنا. نعمل شنو؟ والله نحن كشعب سوداني غلبنا، عارفين انه الناس كثيرين بيقولوا كلامك صح، لكن نعمل شنو يا اخي؟ ونحن عارفين انه خونة وعمل، عشان كده نحن دارين الشعب السوداني ده كله يتسلح. الليله حاسس الثورات اللي بيدخلوا فيها في البنوك دي وبيفتتحوا فيها في البنوك، ما تسلح المواطنين بتاعنا، تسلح اي زول في الثورات دي كلها، من كاريري دي كلها تتسلح. ما دام انت تسلحوها ليه؟ يعني منطقه امنه، ما بكره لو جاء السيل ده جوا التتر ده انت تعمل شنو؟ بس سلحوا المناطق الامنه دي ذاتها، سلحوا كل المواطنين، ما تميز لي، ما تسلح لي قبيله، ما تسلح لي كتيبه، سلح المواطنين كلهم منطقه منطقه، سلام عليكم ناس المناطق دي كلها، وتبعهم للجيش، سلح كله 500 تبعهم لملازم، كله 1000 تبعهم لنغيب، كله كده اي منطقه. افضل لي وافضل لكم انت، وده المستقبل حيكون، لانه بكره ديل ذاتهم هم حيدافعوا عن حقهم بنفسهم، ما حيقدر يظلمون ميليشيات ولا حيظلمون القحاته ولا الجيش ذاته بيقدر يظلمهم. ما هم حس الشباب ديل بدوا يتكلموا بينايز، ما بيقبلوا الظلم. كامل الدعم للقوات المسلحه. المحزن في الرأسمالية بتاعنا الطفيلية اللي حسي بدوا يطاردوا المواطن السوداني يطلع برا يجروا الحقوب المدارس. تخيل انه ما دارين الشعب السوداني يرجع، لو ما رجعت والله تبقى إشكالية حقيقية، ودي الرسالة دي لسه أنا بستمر بقولها للضباط وللعساكر، بقولها للموظفين اطلعوا من البلد، أنا بقولها بأنه يرجعوا طوالي يرجعوا، أنا تاني لسه مصر بأنه يرجعوا، نحن دارين الناس ترجع، ناس ترجع حتى لو منطقتك مقفولة، ارجع بورسودان، ارجع الخدمة بادية في بورسودان، الموظفين
الضباط ده يا جماعه، الضباط ده كلهم بلغ طوالي ارجع بلغ، ما الفات ده ما فات، ما بيقدروا يغيروه، ما هي هو كل الجيش قاعد في محله، يعني ما بيقدر يقول لك يا اخي انت خاين، ما ممكن، عشان انت طلعت وديت اهلك وملكتك، ما انت ما خاين يا ابوي. ما في ضابط عندنا خاين، ما خلاص هو شعر بانه ما في حاجه وما بيقدر يقدم حاجه، وميليشيات دخلت البلد اتمددت فيها. الجيش بتاعه قاعد في مناطق معينه وحصر نفسه، والعساكر ذاته ما قدروا يوصلوا له. الناس الحريصين ساقوا اهلهم وطلعوا مشوا مصر. الليله دي انا بقول لهم ارجعوا. الناس دي كلها ترجع، الموظفين، الضباط، الضباط بتاعين الجيش، الضباط بتاعين الشرطه، كلهم يرجعوا يا جماعه، وكلهم يبلغوا. هنا اكبر سودان اللي بيتكلموا معاه واللي بيقولوا لي انت خاين، خليه يواصلنا نحن، خليه يتواصل معنا نحن، نشوفه خاين ولا ما خاين، خلونا لو هم غلط نكشفهم. انا بقولها كده يا جماعه، ما تمشي تمشوا لي في مشاريع مصر دي ما حتقدروا تتعايشوا معاها. انا ما حاقول لك مصر كعبه، نحن انا عشت فيها، مصر بلد العصر، نحن سميناها كده بلد العصر. عندنا ناس بيموتوا كان والله فيها، ناس بيقعدوا كده ما بيطردون من الشقق بتاع ده، بيقعدوا برا في البرد بتاع الغارز ده بيموتوا، وحياه كتاب الله، عشان كده سميناها مصر بلد العصر. ما حتقدر تتعايش مع بيئه غير بيئتك، ما حتقدر تتعايش مع وطن غير وطنك. بعد ده عشان كده لازم الناس تصر انها ترجع، مش تصر انها تهرب. الهروب ما حيفيدك، انت عندكم مسؤوليات كبيره جدا جدا، مسؤوليات كبيره، اسره كبيره، ما بتقدر تتعايش مع واقع خارجي، والمواطن البر ده مكلوم مهزوم، ما عنده حاجه. مئات الالاف من الاسر الليله موجوده في القاهره، موجوده في اوغندا، موجوده في جنوب السودان، موجوده في كده. ناس تبدا ترجع عديل كده، لانه لو ما رجعت حتفقد حقك والله. انا بقوله والله، اقسم بالله العظيم حتفقدوا حقكم، حقه زي الفلسطينيين ديل. نهايه حتعيشوا حياتكم كلها برا بس. كل ما تتاخر في انك انت ترجع، كل ما تفقد. لما تصل مرحله يصعب انك انت ترجع ثاني. بتصل لقناعه كده ثاني مستحيل انك ترجع. الليله والله بيوت، شفت البيوت، ناس كثيره شافت بيوتها من برا. شافتها من خلال التصوير بتاع العمل الخاص، شافتها من خلال الفيديوهات اللي انتشرت بيوتها. حيط واقفة. كل ما تتأخر حتقع حيطة. وكل شهر حتقع حيطة. لما انتصل ما تلقى الأرض ذاتها، مش الحيطة. لأنه الحيطة وقت تقع الطوب بتاعها بيبدأ يتسلل. أي الناس اللي رجعت حتبدأ تحتاج حبة طوب، ما في طوب. حتشوف الواقع ده المكسر ده. حتبدأ تكفل به وحيطة عشان الناس ما تشوفها. عشان كده كلكم ترجعوا، كلكم تصلحوا مع بعض. انا بقول لكم للتاريخ والله، اي زول بتاخر من انه يرجع لمنطقته لبيته، والله حيفقد بيته، حيفقد الحيطه اللي كانت موجوده، الشبابيك سرقوها، اللمبات سرقوها، والكلام ده انا قلته يوم من الايام حترجعوا، الواحد اللي يفرش له سجاده ويرقد فيها. الليله في حيط. بكره لو تاخرته ما حتلقى. قال لي الفنان بهنس، بالمناسبه كنت مات، انا كنت قاعد في القاهره. يعني حضرت وفاته كان في القاهرة، مات في برد القاهرة، زول فنان، فنان، وتخيل ليه كان ماخذ الجنسية الفرنسية، مشى مات في البرد بتاع القاهرة ده. ما في هناك، لو هناك ما عندك قروش معناته انك ما بتهمنا، ما بتخصنا يا ابوي. ممكن تلقى نفر نفرين من اهل المصريين ديل طيبين استوعبوك اول يوم ثاني يوم، لكن ثاني ما اكثر من كده، دي كثيرة، لانهم هم ناس عمليين. الليلة بكرمك، بشربك شاي حبيبك، بكرة خلاص موضوع انتهنا، كرمتك بعد شوف حلك. عشان كده نحن بنقول لكم ما حتقدر السوداني ما بيقدر يعيش في اي منطقة غير السودان. نسأل الله انه يحفظ الشعب السوداني يا جماعة، ونسأل الله انه يهدي القيادات العسكرية دي، نسأل الله انه يهزمها، لأنها لو ما تهزمت حتهزم الوطن. فنان بهنس، فنان كان رسام يا جماعة، بهنس ده كان رسام، وكان مات في نفس الفترة أنا كنت في القاهرة. كنا بنعاني الويلات نحن ذاتنا عشان نعيش في القاهرة دي، ما كنا شايلين دولار ولا شايلين يورو، ومشينا اتدرجنا واتدحرجنا وأجرنا يا الله ويامين وركبونا. طبعا كمان عندهم حاجة اسمها البرقوت ولا حاجة كده، كل ما أنا أتذكر جسمي يقوم. أجرت لي شقة كده يا زول في مصر هناك في فيصل، وفعلا مستمتع. ومشيت الحاجه الوحيده قلت له ما داري ايش، بس سرير، عنده سرير بتاع خشب كبير، قلت له ده كويس معاي وفي ثلاجه وبتاع. بالله بالله يد شلت، اشتريت لي مرتبه جديده طبعا. مشيت طوالي يا دول، فتحت الشقه وبتاع، فرشت المرتبه، مشيت
قعدت تحت تعشيت وجيت رايح مستمتع، قلت انوم حبه كده وطفيت النور ونمت. بس 5 دقائق شعر طريق جسمي ده كله قام، فتحت اللمبه لقيت ليك الدنيا يا زول تتر زي الجنجويد ديل، جغم شديد جسمي كله مرقو، اسمه البرقوت، اسمه حاجه كده غاتل جدا جدا، في جزء من العض بتاعه لغايه حسي قاعد لها 7 8 سنين قاعد في جسمي. شوف الكلام الغريب ده، بيقعد حبيبات بتقعد لانه زي يعني خشمه سام فيهم نصيبه ده. يا زول انا اتحليت يا زول، قمت طوالي نفضت وبتاع، شلت المرتبه دخلت الحمام الساعه 1 الكويسه في مصر انها فاتحه طوالي، الساعه 1 نظفت كده وبتاع طوالي، نزلت قعدت لغايه الصباح قاعد. ليه بيتخيل انه انا دي شقه وديك ما قادر اطلع، يعني في هنا ده بيعرفوا ناس معينين، وبالمناسبه ما هو بيرتبط بالوساخه يعني. فده كانت تجربة مرة، تخيل ان الشقة دي انا دافع كان 1400 قروش، كتيرة كان يا دوبك القط فيها. بس عشان اتحلى من الهناية دي مشيت جبت ليت على الصباح دواء كده، وعندي صاحبي اسمه محي الدين نضال الله انه يكون طيب، من اولادنا من جبال النوبة ديل، حاليا في امريكا تخيل لي. قال لي شفت انا جاي من مشروع الجزيره، جبت لي دواء معاي وجابوا لي من مشروع الجزيره دواء كده. شوف تخيل عشان تعرف انه بلدنا دي حتى الحاجات اللي عندنا مميزه. فجيت جبت الدواء ده ريحته عفنه خلاص، بس لميت لك في البيت ده كتحته لك كله فوق تحت، ما خليت فيه نفس. السراير والسرير ذاته شربته شراب يعني، ريحه كانت ذاتي بعد شويه ما قادر يعني الا قافل النخري. جلطت لك الشقة دي كلها جلط وقفلتها ونزلت تحت، الزول اللي بيقدم لي القهوة قال لي انت ريحتك مال يا كلام المصريين ده، ريحتك مالها؟ قلت له لا كنت بس شغال عندي في الشقة دي في هناي كده. قال لي ده ما بيطلع، ده اصلا ما بيطلع، ده ترحل توالي، ما عندك اي علاج غير انك انت ترحل. والقروش قال لي القروش ربنا يعوضك يا عمي، ربنا يعوضك. مما قال الله يا اخي دي مشكله، قال لي ربنا يعوضك. شفت المهم. بس طلعت تاني كتحت، مما قال لي الكلام ده كمان كملت لك الدواء ده كله. شوف ونزلت منها طوالي، مشيت بنت مع صاحبنا محي الدين، اخذت معاه اليوم الاول واليوم الثاني. اليوم الثالث جيت لك فتحت عليك ريحتك كاتمه، قلت بدل اقعد فيها كده اطلع في سودانيين قالوا فوق. طلعت والله بتذكرهم طلبه قاعدين، عشان تعرف انه الناس بتعاني، احنا كشعب السوداني بنعاني. اقسم بالله انا عانيت لليد بتاعت الود الطالب ده، لقيتها كلها نفس العض المعضينه. قلت له ده شو؟ قال لي يا اخي ده ما المرقوت بتاعه ولا البرقوت ولا البق، نحن بنقول له البق ولا حاجه زي دي. قلت له انا والله جيت قبل يومين وحصل كده كده ورشيت. قال لي سبحان الله مما انت رشيت، حسي ان احنا امبارح والليله اول يوم ننام كويس. طبعا انا بالدواء بتاع الجزيره ده، ما الجزيره الحسي، نسال الله انه يحفظ الجزيره يا جماعه. والغريبه اني قعدت فيها 4 5 يوم، جاء واحد شالها مني، قلت له يا اخي والله كده كده يمكن نطفت، جابت معي يوم، اليوم الثاني قال لي هذول قبلتها. كم اديني، اديته اداني 1000 ولا 1000 وشويه، مشيت رحلت طوالي، مشيت اسكندريه. فمصر دي فيها عيوب كثيره جدا جدا، ناس تعمل حسابها منها وتعمل حساب انها ما تضيع القروش فيها، لانه لو ضاعت القروش مشكله كبيره، ما في زول بيناصرك، ما في زول بيساندك. الشعب السوداني بقى مشرد، عشان كده حقه يحفظ، ما حقه يكون زي زمان اليد الفاكه ديك ما بتنفع هناك، يدكن الفاكه الكرم بتاعكم ما بينفع، انت ماشي حياه ثانيه، والمسؤوليه بقت عليكم كبيره للشعب السوداني وللناس اللي بتحول لكم من برا، ناس تعبانه اللي بتحول دليل اللي بحول لك، ممكن الشهر ده يكون معه كويس، الشهر الثاني يكون معه كويس، لكن حتى في اوروبا ولا في امريكا مرات بتجيهم صنه، بتعرفوا معنى الصنه؟ يكون 3 4 شهور ما صرف، 5 شهور. عشان كده الوقت ده انت بتطلع الدخر بتاعك، الخزينه اللي انت خاتيها، اذا خزنتها فبيها، اذا مشيت فكيتوها ساي حتدعبه. وعشان ما يحصل الكلام ده كله،
أحسن نرجع بلدنا. نحن هنعاني عارفين، والكاب كذاب مثل الأحزاب. لو ما كذاب ما كانك ما لو ما كذاب كان شالك باب خدتك في الباب، مش قالوا الكاذب حدوا الباب. والكاب كذاب لو ما ك... لو مثل الأحزاب، لو ما كذاب كان شالك باب خدتك في الباب، مش قالوا الكاذب حدوا الباب. نحن لنا كم سنة منتظرين الكاب ده يوصلنا الباب، ما في كاب بيوصل الباب، هم زي الأحزاب واحد. عشان نحن نتجاوز المنطقة دي ونكون فاهمين، أحسن نحن نضغطهم عشان نصل الباب. نحن كشعب سوداني كلنا مشروع العمل السياسي بالنسبة للعساكر دل ممنوع يا جماعة. نحن ما دارين تكوين حكومات ولاوي، نحن دارين تكوين حكومة حرب. الوضع ده هو اللي بيغير الحي الحاصل في السودان. اللهم امين احفظ. طيب السفير الحمدابي ده بتسمع له؟ والله ما قاعد اسمع له، ما قاعد اسمع له. ما هو يا جماعه الناس الاحزاب ديل انا عارف مادلجين، نحن مرتبطين بهم. يعني الناس الشريف ديل بنعرفهم الاحزاب دي، لانه نحن تربينا في بيئه بتاعت احزاب. الاحزاب ديل ده مشروع، وده اللي بيخلينا مختلفين معاهم، انه عشان يحققوا عشان يصلوا للسلطه ممكن يبيعوا الوراون والقدام. يعني انت قال الميليشيات دي بس جابوها المؤتمر الوطني الغزير ده؟ لا لا، جابوهم ذات الناس السفيه الحمدابي ديل، ما هم ذاتنا المرتزقه لسنه 76 الشريف حسين الهندي ومعه الصادق المهدي. صادق المهدي كان مجرد كومبارس، ما هم لموا المرتزقه ديل ذاتهم ودخلوا البلد دي ذاته واستلموا الاذاعه دي ذاته. تقال في جديد؟ ما هو ده المشروع واحد، هم ذاتهم جستلم. وسبحان الله برضو قعدوا 3-4 يوم ما نجحوا ولا نجحوا، وفي النهاية جباعوا القضية في الاتفاقية بتاع السنة 76. هي ضربة المرتزقة كان لا، ما ضربة المرتزقة 76، الاتفاقية بتاع الصادق المهدي نهت الموضوع كله، جباع القضية كلها. وبدل يطالب بحكم مدني ديمقراطي طالب بالأراضي بتاعت أهله، وده فيديوهات موجودة. قال الشريف حسين الهندي قال نحن أديناه 10 مطالب، زي الإعلان بتاع الحرية والتغيير، 10 مطالب. انت قال 10 مطالب ديل كتبوهم؟ انت قال 10 مطالب بتاع إعلان الحرية والتغيير هم بس سووه؟ سوينا نحن ديل، نحن اللي كتبنا المطالب بتاع تكوين حكومة بتاع التكنوقراط، العمل بالدستور، مفوضية الأحزاب، الأحزاب للانتخابات، والعساكر للسكنات، حل ميليشيات الدعم السريع. 10 مطالب جو هم ذاتهم استلموا المطالب دي ذاتهم كتبوها، هي اسمها إعلان الحرية والتغيير. نحن طالبنا بالكلام ده وهم جو استلموه على أساس أنه حينفذوا. فده مشروع ما حيتغير. يعني المرتزقة سنة 76 وقت دخلوا كانوا دارين يا برضو في النهاية يستلموا السلطة ويقعدوا إلى ما لا نهاية. فأي زول حزبي أنا دائما بعذره، والله بعذره، لكن عشان تعرفوا انه ما في احزاب في السودان. انت عاين له، وهي القصه ما بتاعت غلاط انه ده احسن ولا ده كلام ده صح ولا كلام ده صح، ما كده. طالما انت حزبي معناته انت فيك عله في الشعب، حسي حاليا عندك عله كبيره محتاج انك تصلحها. انا اكثر زول حقه اكون حزبي، وناس الشريف الحمدابي وناس اسمه محمد الفكي، ديل كلهم بيتعدوا طلبه لوالدنا، وكلهم معظمهم لاقي، يعني معظمهم لاقيتهم والله بيجوا لوالدنا. والدنا كان رئيس الحزب الوطني الاتحادي في فتره من الفترات، الوطني الاتحادي كويس. اتخيل انه والدنا ده زول حزبي صميم، وكان في السكرتاريه بتاعت الاسهري، اسماعيل الاسهري. قال لي شنو؟ قال لي الحاجه الوحيده اللي تجنبها الاحزاب دي ذاتها ديل صواجد بتاعت مجتمع. دي اصدق كلمه قال لي ابوي من الوقت ذاك. انا ما قلت لي الاحزاب دي عارفها، دين ما احزاب، سواقد بتاعت مجتمع. انا بالنسبه لي ما انا ما قاصده في شخصه ولا بقصد ظل في شخصه، لكن بقول لك التكوين كله سواقد بتاعت مجتمع. لو طاروا السماء في النهايه يقدروا الاتحادين يعملوا للسيد محمد عثمان واولاده شنو؟ ما جوا عينهم بيقبلون كغاده. الحزب الامه ده كان طار السماء بيعمل شنو لاولاد حزب اولاد الصادق المهدي؟ جوع راس ابون انه هم دين الغاده والساسه بتاعين الحجب. يبقى في النهايه ما في حجب، دين سواقد بتاعت مجتمع، وجات هي ذاتها، هي جزء من الطائفيه، جزء من الجهويه، جزء من الغبليه، اتلموا على اساس انه
يستلموا دولة الوصايا. الحزب الاتحاد منو هم؟ الاتحادين منو؟ الاتحادين منو؟ دي دي دي, دي فصائل متدفقه، كان فيها ناس الشريف الحمدابي، ولا فيها ناس محمد عصمت، ولا فيها ناس جلال اسهري. الناس دي ما عارف الكلام ده، انا لو قعدت اتكلم في الكلام ده ما بنتهي حسي، ما حنتهي حسي، لانه ده مشروع انا حافظه يعني، وخدت لي الزمن انه انا اتكلم فيه. لكن التكوينات كلها تكوينات فاشله هي ذاتها كمؤسسات، ما عندها مؤسسه، لانه الحزب ما بيتكون بالطريقه اللي بيكونوا بها في السودان اصلا. ودي واحده من الحاجات المخوفه ناس خالد السيري، انه تجي المفوضيه بمعايير دوليه عشان تفتح لك بوابه بتاعت حزب. آه كذاب والله، والله لا خالد، والله لا خالد يقدر، ولا خالد ولا سلك ولا جد سلك ذاته يفتح له حزب في السودان، لانه المشاريع بتاعت دي مشاريع فاشله. الحزب ده بيحتاج اول عضويه ما لا تقل عن 5000، اذا بقت بسيطه تكون 2000، 2000 شويه. الناس الموجودين فيها كقياده له لازم يكونوا هم عارفين الدستور بتاع الحزب ذاته. يعني انت بتصل مرحله بيقول لك يا اخي الجمعيه العموميه قبل ما تعقدها ادينا الكشف بتاع 5000، ال 5000 بتاعينك، بترفع لهم الكشف بتاع ال 5000 ديل، بيختاروا منهم عشوائيا المفوضيه السياسيه ولا مفوضيه الانتخابات عشان تتصل بهم، السلام عليكم وعليكم السلام، انت تابع للحزب الفلاني، هاي نحن محتاجين معك 5 دقائق، هاي سياستك الخارجيه، سياستك الداخليه، اذا لقوا زيرو في السياسه معناته انت حزبك ده كذب ساي، معناته انت دار تجيب ده تابع ليه، والله ده ما الامام، ده ما ود السيد محمد عثمان، لا ده ما بينفع في الحزب يا ابوي. الحزب ده بيجيك بفهم معين، وبكون وعشان يقبلوا لك الجمعيه العموميه دي بيكون في فهم معين، يعرفوا الحزب ده بيتمول من وين، ولازم تكون في مراجعه لشنو؟ للاعضاء بتاعينه والقروش اللي بيدفعوها، ونحن في السودان بيدفع لنا حزب قروش؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي. نحن يا اخي الجمعيات دي ما قاعدين ندفع، الجمعيات العاديه دي ما قاعدين ندفع قروش والله يا اخي. نحن ممكن تدفع في حفلة، ما دي واحدة من عيوبنا كمان، تجي حفلة الفنانة ودنيا والناس بتنقط، انت اول زول بتمشي تدفع، وزغاريت ودنيا وعالمين. لكن يناديك صاحبك بجنبك كده يقول لك يا اخي داير 10 جنيه والله ما فطرتها، والله ما عندي، انا باخذ 300% انك ما تديه. دي واحدة من الميزات بتاعتنا، الناس شوفوني دي عندكم راكده، دي بنقول عادين. لكن تدفع تحت دي ما انت داير تدفع عشان الناس يقولوا دفع، والله دي حقيقه. عشان كده اول ما تجي الكشف بتاع الاعضاء والقروش اللي دفعوها وموجوده في الخزنه والاداره الماليه بتاعت الحزب موجوده، ويجي يحاسبوها في الكلام ده يا زول هوي، والله تلقاه زيرو. انت قايل حسي الاحزاب دي مكونه واحد بتبرع لك من هو، والله ودني فادي دفع 7 مليار ليه؟ عشان يقوم يغطي البقيه الباقيه، الاعضاء كلهم ما حقه تتوزع، ما في زول حتى الدفع ذاته بتاع الحزب كمنظومه عندك حد معين سقف معين ما بتقدر تتخطاه. يعني عشان تقوم هم دارين يقوموا، والله مشروعنا ده بيحتاج ميزانيه 200,000 عشان نعمل الحزب ده. ال 200,000 دي بيجي يدفعها واحد، دي غلط، دي ما بيقبلوا ليك، لازم كله ندفعه عشان ياكدوا انه فعلا ده الحزب ده عندهم قناعه بانه يكون موجود. ودي واحدة من الميزات اللي حتفشل عندنا، لأنه ما بندفع أصلا، ممكن ندفع في الفارغة لكن ما بندفع. هاي بقول لك لأسرتك ممكن تدفع برضو، لأمك لخالك لعمتك لحاجات مهمة ممكن تدفع، عارفينها بتدفع دي. لكن الحاجات اللي بتشوفها إنك أنت جمعية هندية دي ما بتدفع فيها أصلا، وطنية للوطن ده، هذا الا تحصل ثوره زي الثوره العظيمه بتاعتنا والناس شعرت بالمسؤوليه. الثوره دي ما وعت ناس كثيرين جدا جدا، وطبعا في ناس بتفتكر انه اللي بيحصل ده اللبنه بتاعتها، حس هي الثوره مستمره يا جماعه، اقسم بالله العظيم اللي بيحصل ده كله والحرب دي ذاتها هي جزء بذرة، ما هي اتبذرت في الاعتصام. الشجره بتاعتها دي رغم من مآسي والدماء الكبت في الارض دي، هي البذره دي قايمه. ما هو لو ما لو كان الوضع مشى طبيعي وتكونت حكومه كنا حنفشل. الاستغلال ده اخذنا به نفس الطريقه بتاعتنا، الاستغلال كان ساهل، ما عنده اي قيمه، ما كان فيه موت،
الموت الليله حصل لكم عشان تعرفوا قيمه الوطن، الموت الليله حصل لكم عشان تعرفوا التشرد شنو؟ معنى التشرد، معنى الحوجه، معنى انك انت تكون هايم على في ما عارف تمشي وين ذاتك. الكلام ده كله حصل للشعب السوداني الليله. اها الشعب السوداني ده ما بيفهم بعد ده، بيستمر في انه يعني زي ما تقول يعيد الكره تاني، ينضرب تاني ويتكفل تاني؟ لا لا، الثوره دي مستمره، وانا من هنا بناشد كل الضباط وكل الموظفين وكل الاسر بعدين انها ترجع في مشاكل. ارجع يا زول، ما تقول لي ما امنه، ما تقول لي منطقتي ما امنه، ما في حاجه بتجيك الا باراده المولى، ما في موت بيجيك، احسن لك مما انك تكون مهام برا. يا زول ارجع، ارجع امن بيتك، ارجع، لانه الموت ده بيجيك بيجيك. ما هو واحد من ود البرهان قالوا ضربته عربيه في تركيا، في تركيا ما هو ناس كثيرين ماتوا برا السودان ذاته، الحسي الفتره اللي فاتت دي ماتوا، في ناس ماتوا في اسوان، خالاتنا عماتنا، نسال الله لهم الرحمه، ناس ماتوا في السعوديه، ناس ماتوا في مصر، ناس ماتوا في بيوتهم. الحصل شنو؟ ناس ترجع، يا الناس ترجع، الشعب السوداني يرجع، ناس من درمان القديمه ترجعوا، ما في حاجه اسمها يمنعوكم انكم ترجعوا، لازم ترجعوا، لازم ترجعوا، لانه لو ما رجعتوا حتبقى اطلال، وبعد ما تبقى اطلال حتبقى خرابه، وبعد ما تبقى خرابه حتبقى ارض ساي، ما في زول حيصلها، حتبقى هم دايرين انها تبقى كده، دايرين المشروع ده عملوه مع المعسكرات بتاعت دارفور دي ذاتها، شردوا الناس وقعدوهم في معسكرات ومنعوهم يرجعوا اراضيهم، ويهنديك اصبحت اطلال لغايه ما نسوا الاراضي بتاعتهم. قلت لي الكنداك الامن اهم شيء، ما هو الامن ده، الامن ده ما حيتوفر بالخشم، الامن ده انت جزء من الامن، ارجع شيل سلاحك وارجع، انت ما بتشيل سلاح ارجع قريب لمنطقتك، ما تتهجر بعيد، لو قدر ما تتهجر انت حتضيع، يعني انت ما في النهايه حتضيع حياتك، نحن عارفين انه الامن مهم، لكن ما في حاجه يعني بتصيبك الا ان يشاء الله، نحن ما مقتنعين بالكلام. والله يا غالب اعتقد من هنا لقدام تترك قادة الجيش الاحزاب. ما ممكن، ما لسه مواصله، ما هو انا قلت لك البرهان والمقاومات الشعبيه والجلاليب والقفاطين شغاله في بور السودان. انا ما بتكلم لك عن الليله دي ومبارح، بتكلم لك عنها كلها، اتردمت هناك بور السودان جلاليب يا زول، وظهروا الانتهازيه ناس التومهجوا ناس كتبوا يا هندا اخونا بدر الدين تحيه لك، كتبوا طوالي التومهجوا ومشروعه اردول عسكوري، ديل ما ديل ما هم منتظرين السانحه دي، بيعاينوا من قبيل وواقفين على زي ما بيقولوا نص نص كده، لما ضمنوا انه خلاص يا زول الجيش اتقدم وبدا يهيئ في بور السودان وبدا يعين محمد شنو كده حمزه الوالي وعين كده، هم جو جارين دي طبيعتهم يعني. قال لي تخيل 12 شهر بتاعت الحرب دي كميه الذهب اللي تهربت، قلت لك ما في بيت في السودان ما فيه ذهب، ما في ما في ما في بيت في اي منطقه في السودان، ده واحده من الثقافات بتاعتنا يعني، يعني في بيت ما فيه ذهب؟ وين الذهب ده كله؟ وين العربات؟ وين البيوت ذاتها؟ الليله وانا ما بتكلم عن الذهب، انا بتكلم عن المواطن ذاته، اصبح هو ذاته وين المواطن؟ المواطن ده بيمر بحاجات يعني، بس الشعب السوداني ده زي ما تقولوا صبور، مرات يتعود على الحياه زي دي، يتعود، حس انها زي المهجرين يا اخي، شعبي مهجر، شعبي عايش في الاغاليم، شعب العايش في الاغاليم متضايق، والعايش في مصر متضايق، والطلع اوغندا متضايق، والطلع رواندا متضايقين يا اخي. الشفشفة حصلت والله، والنهب حصل، لكن عشان نقوم نرجع نعيد صياغة التاريخ حقه، نرجع نبدأ نرجع نقيف على هنا، على الأقل نعمل خط جديد ونبدأ بداية جديدة. الناس تحاول بقدر الإمكان تطمئن على مناطقها، والمناطق الآمنة الناس ترجع لها، لأنه الميليشيات دي ما حتقيف، والمعركة دي حتكون طويلة، وكل ما تبعد من أرضك كل ما تفقد أرضك، لأنه في جهات تانية حتجي داخلة عليها، يعني في مناطق تانية حتيجي داخلة على مناطقكم، بيشعروا بالأمن والأمان في مناطقكم، بيخشوا، بكرة ما حيكون عندك منطقة أنت. يا جماعة نسأل الله أنه يحفظنا ويحفظكم، ولا قدام.